على صعيد آخر وبرعاية كريمة ومشاركة طيبة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه وولي عهد إمارة الفجيرة الأمين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي حفظه الله تمكنت بالأمس مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتشكيل أكبر شعار لعلمني زايد مكون من 10526 ملصقا ورقيا دونت عليها عبارات تؤكد القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. نحتفل اليوم في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بمئوية زايد، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، طبعا تزامنا مع احتفالات الدولة بمئوية زايد ويوم الشهيد واليوم الوطني للولايات العربية المتحدة. تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بهذه الفعالية، تضمن الفعالية كثير من الفقرات الشعبية والقصائد الوطنية، والحدث الأهم لهذا اليوم هو أننا نشارك بخلال كتابة كلمة تعلمناها من الشيخ زايد الله يرحمه بعنوان علمني زايد، وحرصنا على أن تكون هذه فعالية مهمة، وإن شاء الله أن نحرص على أن نسجل تقريبا أكثر من 10400 كلمة لدخول موسوعة جينيس بهذه المناسبة وبهذه الكلمة. سعداء اليوم بترك بصمة ذات قيمة وطنية لها استمراريتها في المجتمع في مجالات الخير والعطاء والإنسانية والعلم والمجتمع والفكر والأمن والأمل. سعيدين اليوم بتشكيل شعار علمني زايد، هذا الشعار يسلط الضوء على تدوين كل القيم والمبادئ اللي تعلمناها من المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، واللي نعرف بها بالحكمة والاحترام والعزيمة والوفاء للوطن الغالي والدفاع عنه بكل ما هو غالي ونفيس. نتوجه في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث المميز اللي يجسد عمق الانتماء والاعتزاز للوطن العظيم ولباني هذا الوطن وقيادته الحكيمة.